أنا الدولة دي ما تصير دبا والنظام هو وقاب سمات وسيد الشركة نادي سيستم كا مضح إلى ودني إلى أسم ببدي بدول بقى وقاب سنة إيش قديسي وضع الشقيين يعني مركا عدي أي مركا مال بكوتو ولما دوا كل هالسين بكان كوي ولا دريمي ودنا هي هذا كحمان هي مسكحب مركا إن الدولة دي ما دينا مكالكا أي عادي عاد وقاب لعات ومضحي بسم الله الرحمن الرحيم وبرنامج جديد كفلها ميسان تضبط لها تضبطك وحنو كالدينا دولة النمدة دولة النمدة وشي عاد ياد قالي وحوي وطلو تلدنا سمال وحجرا عادقا كم نولة يدو كمان نولة واحد مدى إن دويد دولة النمدة إني هدينو بلشوين تنهاي إيو هدينو دادكا النوت اللي نيجي نتذوق اللي بنيت هاي هي هادين لو كان عصتنا هايبا إن دول النبي إن عادي عاد أي أبوكوتي أو عاد أي أقصنتي حس الشيخ مؤمن الله يرحمه يقول هادي دوا أبوكوتو حاله جود ضبيبة هادي ده تلاقو أي كاحماتو واحدة تلاقي مركا لجود دوي أي الله بحنانا يا ولدو dibteeda iska leedahay marka waxa aan maanta hadaan ka fadhi miisaan ay ku eegina halkay ciladu ka jirta maxaase dawo u noqonaya ciladahan jira ee aan marka tilmaamayno anaga hadaan qolan ka fadhi miisaan waxaan u aragnaa hadii walaan ku cilcilni sida runtii waxaanay tahay wada kirfayna dhikra tanfa'ul mu'minin in lagu cilciliyo dhikriga sida de salaadaha شان تصفر القفك المسلم كان لو قل علينا يساعي عادي وقل نقطة إلا وناق وينون نقطة وحمانتو إن قب حضو من لو قل علي ويان هذا الك مركا قرط علادو صدح ميرود بيت الله ميروح ويان ودستور كي حير كاين نسمى يسمي أما حير الك بدنا وح ويان ودقن كي حير تشبك عينو كل دقنو هذين رئيس مان لنا مدينة وحويان هوجانك صد حضا ميرود بانو أنو كارجنا علاد دينا تشيفتو توقو رئيس مثلا هدينو سوق عاد نهرانا وانو قاها اللي دستور كي حيراركو حيرارك انو لقا نهرتا علاد باكو ذا تشيرتا ودستور كينو خرانو وشيقنو آدي آد بوق القلوعا ودو حابا كميدا كرليس كرليس كوحلو كرليني وحا كميدا صد حضا هرينتا الحزبية دي انتينو كوكوبناي هدنا إمكا آينو لا تاجلان هاي سيدا عينو أرنتي عينو نداهنو وأنا اللي بدل الدساتير تود دسدح لا تنسونه بيني مكاني أما الله بيلا تنسونه وحيديني الدساتير تبدلو حيران كنا واسلاس الله وحيران كنا كمان تلو يتلي سكوا يستأفرية طبعا يكوبي سجاشن وحيران كا إنت كل بني كيدو ناسين دولا يو ملبو حكجة درسنا يا ملبو والبين يلبو ملك قد يتسنية مركز حيرك إنه واحد نقوله يعني واحد مارتي عن صلبي جينين أو سوى ناكسون لو قدر مينين أنت يقول إلا الله إسكالب أنا حدنا اللي هير قلني إنه عن حيرك نقوله يعني حير مركز لو قدر ماي حيرك هذي لو قدر ماي وحلا دكتي تذكر إحنا جمع قلوا لأن الدولة دي ما تصير ده والنظام هو وقاب سمات يعني والسيستمز وسيد الشركة نادي سيستم كا مضحو وحاجة سرية شوقة من شيء ونشروا مدولي بقى إلى ودني إلى علوشي إلى سنببدي مدولي بقى وقفصنا إيش قديسي وضع الشقيين يعني مركا عدي أي مركا مالي بكوتو ولما دوا كل هالسي بكان كوي ولا دريمي ودنا هي هذا كحمان هي مسكحب وما لها ولا تبغان له مركا إن دولة نمد إن مكالكا دعيك آدي آد وقبل عاتي وحويا ومدحي مدحي بهذا وقلوعته سيدا دراديت بينو هل كده طريقة توصناه هيدين نفعله أينو وقال لي حنينا هدي أنا كذا كتقو حيرك يدستورك وأي تايكو وإمك وريرك كتاعين يعني أو كو ولي ما أنت قلياش تشوجا هدي تاي قلها وكيلا ذي هدي تاي قلها قرتيلا لبض باينو هرجع نسيد ما أنت دويتو كييريين أي سبحيسنا يين ده سبحيستن محال الله إسكوب حيسنا يا وحال إسكوب حيسنا يا وحوي يا نوا مصالح وي
مصلحات بقى اللي يسكوب هاي السنة هي دم تي جودة دلك اللي يسكوب هاي السنة ما يدنقارة أيا اللي يسكوب هاي السنة هي مركا وينو أركيني وحبو قيسة وحن كدعي لا مان تالك أي مليسونا وينو أغنائي تاهدي عنك كتغو تكلي عنو قد بيه وحويان وادقن كي حرسي شبك مركا عينو دووخنو إدي إلهي وحيل وإن هذا صراط مستقيما فاتبعوه شتكي دوا كعد وياني صراط المستقيم ولا تتبع السبل فتفرق به بكم عن سبيل هالطريقة هذا إلهي نوتش حياة دين كل حنو إسلامك وحي كلي نقول له حنا هو دمرك هو علمنا هو عم بنينا صراط المستقيم حتى وحى إمك تدك مسلمين تأقار بدني وأستن إن ما نقول صراط والفتح هذا كده عايز إنه إن تاي قيم كي أخلاق ذا إن وشيت كتوسية هاي قيم كي أخلاق ذا وحنا نكهضي نود أساس كده هو وحير كاوية لما الشريعة دي وي شرعي بينه على الشرعي 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 يا مركا كمال رقمينه وتاوينه وينه هسينا هذا نقول رقمينه حيرشتش بينه مركا ولا حنا أي قول دي دقة كايمة يورا ليا حيرشتش بكيرا وين لا يسوونا دباتك لو ينوسي كليا نيك عالي سقول لوري ترى وحيدي مركا هذا أي حيرشتش بكو قبيل كيف كله جريا يا طب يدقح لا يسكو ما دفتك على دورة يبني طب يدقح لا يسكو ما دفتك كلا دورة وحكد ديجن جوبنيمو نين قبيل دح ديجا كلا دورة وحكد ديجن جوبنيمو نين قبيل دح ديجا كلا دورة إنه وهذين كلا دورة وينو قبيلة دي يسياسة دي جود در كل جو مملي دمر كهاد أبوي إنان أينا عبنا رهني ما لقو صوت دورنا يعني كي رهني ما لقو دب تاعي هذانا واحد دونا يين لي راهو لقارن نمر نوقف شقة اسمه خبرنا يعني برضو قالوا نمر نوقف شقة إيه رهني ما نوقف شقة الله بدوس قبل ما يان مركا تانا وحنو لين لي حلا كلا سارو ورقارن نمر يحزب النمو إنتي الحزبية سماي صنو مبادئ يقيم يأخلاق يصراط المستقيم له aynu markaa kaasi aynu markaa aynu ku codayno inu ka dhiganno ka aynu maartay dadkeena ku dhaqayno laakiin reernimadan reernimadu waa waxa weeyaan waa mid aynu u baahannahay dadku inay iskuna gartaan garashaduna maaha uun in dee xumaantii wanaagii inaad kala saarto weeyaan ee maaha uun inaad eex baa laakiin imika inta badan ay u leexanaysaayo imanaysa taana hadaan halkaa kaga tago dee eexda iyo dhibaatada imika aynu aragno waa hoggaankii labadaniba waxay noo keeneen imika hoggaamadan aynu ka qaylinayno laba arrinoo aanu hore uga hadalay labaana meesha ka soo baxay mid waxa weeyaan dabaqad siyaasi abuurmay 33kii ugu dambeeyey waa intii uunbaa joogta intii markii laga soo bilaabo 19kii markii aynu dalka xoreynay ilaa maanta wax dhintay mooyaane inta nooli waxa weeye waa intii bal tusaalahaan haddaan siino 14kii sannadood ugu dambeeyey ka soo qaad 15 sano imika inankii maalintaa dhashay ama ilmihii dhashay waa gaashaan qaad buu noqonaya 15 jir buu noqonaya maalin dhow intaas waxaa ina xukumayay waxaa xisbigan kulmiya ina xukumayay iyo xisbiyadii markaa joogay waa dabaqada siyaasiga ee markaa subagta 22kii sannadood ugu dambeeyeyna dabaqada siyaasiga abaa dee joogtay dabaqaduna waxay dee intaa in dalka ay dhisto oo la mahadiyo laakiin waxaynu arkaynaa inayna dabaqadii mahadina wataa muranku mar walba taagan yahay waxa weygeena ku milmay dabaqad raasamaaliya oo lacagtii baa ku milantay labadii markay isku milmeen xataa daraasaad baa laga qoray maogtay cilmi baaris baa inta lagu sameeyey ayaa laga qoray daraasaad cilmi baarisa sida ay maal siyaasi maalkii iyo qolo dabaqa siyaasadii somaliland isugu milantay ee dabeedna markaasi ay noqotay inay iyagu uun xukumka gacanta ku hayaan markaa markay xuk gacanta uqteen way ilaashanayaan cidaa la cid kale u ogolaanayna ma jirto waayo dee ninku mar hadduu fadhiisto waxa weeyaan awooddii baad siisay awooddii waa dee power xoolihii buu hayaa maalkii buu hayaa magacii buu hayaa dee maamuuskii iyo magacii markaa guddoomiyadnimada lahayd waaye saddexdiiba markuu hayo dee muxuu doonaya inuu sii daayo ma sii daynayo waxaadna taa sababtay oo keentay waxa weeyaan waa nidaamka aanu soo sheegnay ee dastuurka qalqalooca iyo xeerarka qalqalooca iyo dhaqankaa lagu daraya iyo qabyaaladda
sidaa laysugu wada xeer jajabka waxaynu keennay wixii oo dhan markaynu dhexgelinay waa taasoo waxaynu maanta noqonnay inay dowladdeenni ay fadhiid noqoto ay kici weydo marka haddaynu doonayno dowladdeenni inay kacdo nahad baa laydhaa waa inay kacitaanku ay kor u kacdo waxa weeye inaynu ka saarno ciladaha aynu sheegaynay waa inaynu ka saarna dowladdii rasuulka calayhi salaatu wasalaam miithaaq almadiina rasuulku markuu sameeyey sala allahu calayhi wasalam 1400 sannadood markuu sameeyey wuxuu isugu keenay mushrikiintii iyo yuhuuddii iyo mu'miniintii madiinana yathrib baa la odhan jiro markaasuu madiine u bixiyey intaasoo dhan bu ayaa saxeexay waa dastuurkii ugu horreeyey ee dimuqraadiga ahaa ee la saxeexay ku dadkan wadaadadeena qaar baa dimuqraadiyadiiyo waxaa yidhaha dimuqraadiyadiiyo islaam waa rasuulka calayhi salaatu wasalaam baa noo ah annaga isagaa noo astaan iyo tilmaan taasaanu sameeyey tii baanaanu doonaynaa maanta dowladdii rasuulka inay timaado dadkao dhan ka wada dhaxaysa oo aan reedna lahayn xisbina lahayn qabiilna lahayn qofna lahayn wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullah